أبدأ معكم دكتور زكريا فيرانو. نحن على بعد أيام قليلة من افتتاح الدورة التشريعية، نعرف أن الدورة الخرافية تهيمن عليها كل ما يتعلق بقانون المالية خاصة، لكن قبل ذلك أريد أن أعرف تقييمك للوضعية الاقتصادية الحالية. اولا نحن نعلم كما اشرت الى ذلك على ان الدوره التشريعيه الخريفيه تكون يعني دوره مهمه جدا، لان يتم فيها مناقشه القانون المالي للسنه القادمه، وهي فتره لتكون جد مهمه بالنسبه للبرلمان بغرفتيه، سواء مجلس النواب او كذلك مجلس المستشارين. اليوم نحن نعيش ظرفية خاصة جدا مرتبطة بالأوضاع الخارجية وكذلك بالاضطرابات المتوقعة، يعني على سواء في مجال الطاقة أو كذلك في الأسواق الدولية، ونحن نعيش أوضاع اللي يمكن أن تلخص في ثلاثة نقاط مهمة. هناك ملامح الركود في الاقتصاد الأوروبي التي يمكن أن يكون لها تداعيات كبرى على الاقتصاد الوطني، ونحن نعلم على أن أوروبا هي نسبة الطلب الخارجي الذي يأتي للمغرب ويأتي من أوروبا على أبعد تقدير. هناك كذلك النقطة الثانية المرتبطة يعني بالترهسات أو كذلك المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة، لأن هناك كما نعلم اليوم هناك بعض الضغوطات على الصراع الروسي الأوكراني على أوروبا، خاصة أن فصل الشتاء يستهلك كمية جد مهمة في أوروبا من فيما يخص الطاقة. وهناك النقطة الثالثة اللي هي مهمة، وأنه هناك اليوم في بالنسبة للمغرب هناك نسبة نمو بالنسبة لسنة 2022 وكذلك المعدلات الماكرو اقتصادية هي لم تكن يعني بمقارنة بسنة 2021 لن تكون عند انتظارات المغاربة بالنسبة لما كان يتوقع بالنسبة للقانون المالي ديال 2022. ولفقط لتذكير نحن ننتظر نسبة نمو على أبعد التقديرات لتصل إلى 0.8% إذا ما توافقنا مع البنك المركزي المغربي. هناك نسبة تضخم التي سوف تفوق 6%، هناك عجز مالي الذي سيمكن أن يصل إلى تقريبا أكثر من 5% بالنسبة 2022. وكذلك نحن نعلم على أنه في التعاملات التجارية أو ما يخص يعني ميزان الأداءات، نحن نعلم على أنه هناك إشكالية في الواردات المغربية التي أصبحت تثقل هائل الصادرات، لأن تقريبا التغطية لا تتجاوز أكثر من 60% فيما يخص الواردات. إذن في مجمل هذه الوضعية هذه كنلقاو بأن الاقتصاد الوطني يعني كيعيش واحد الظرفيه اللي جايه من العوامل الخارجيه، وكذلك لا يجب ان ننسى على ان العامل الداخلي الاهم هو كذلك هو القطاع الفلاحي الذي لم يكن عند مردوديته بالنسبه لسنه 2022. واذا اضفنا على هذا على انه هناك اليوم مشاريع كبرى ينتظرها المغرب اللي غيكون فيها بعض التوجهات التي ستغير من البنيه الاقتصاديه للوطن وكذلك من السياسه الاقتصاديه للوطن، اظن بانه هذا الدخول التشريعي لسنه 2023 أو لا تحضير لقانون المالية لسنة 2023 سيكون له باع جد مهم، لأنه سيعرف يعني نقاشات في محاور جد مهمة سنتطرق لها في هذه الحلقة إن شاء الله.